اول ما سمعت قصة المسلسل توقعت رح نشوف شيء اقرب لبلاك ميرور، لكن بعد ما خلصت الحلقة الاولى اكتشفت انه المسلسل عم يعالج شيء تاني تماما. مرحبا يا اصدقاء، مراجعة سريعة للمسلسل البريطاني ذا وان. اشتركوا بالقناة وضغطوا زر اللايك وخلونا نبلش. يوم الجمعة 12 مارس اطلقت منصة نتفليكس المسلسل البريطاني ذا وان بموسمه الاول المكون من 8 حلقات. مسلسل من بطولة هانا وير زوي تيبر، مبني على رواية بتحمل نفس الاسم للكاتب جون مارس. قصة المسلسل عن تطبيق او موقع بيقدر عن طريق تحليل دي ان اي انه يخبرك عن الشريك الوحيد المتطابق معك بهالعالم. اوكي حلوة الفكرة؟ حلوة الفكرة. خلونا نفوت تفاصيل المراجعة من دون حق. الوهلة الاولى من القصة من التريلر نوعا ما بتحس انك فايت على مسلسل خيال علمي بيقدم واقع او فكرة ديستوبية بيورجينا نتائجها، وبصراحة هذا اللي كنت متوقعه، لكن مع تقدم الحلقات بتكتشف انه القصة مو هيك ابدا. القصة عم تروح لجانب الجريمة والغموض اكثر ما انها تروح لفكرتها الاصلية او اللي اوحولنا انها الفكرة الاصلية، وعم يتبعوا نظام مسلسل How to get away with murder. يعني بتشوف حدث مهم بالحلقة الأولى وطوال حلقات المسلسل الثمانية بتكون عم تمشي بالأحداث، بين هالأحداث عم تشوفها بفلاش باك بيقود للحدث اللي صار بالحلقة الأولى. وبصراحة ما قرأت الرواية المبني عليها المسلسل لحتى أشوف هالشي من الرواية نفسها أو من كتاب المسلسل، لأنك بتحس إنه الفلاش باك نفسه ما تم استخدامه بشكل صحيح. يعني كأنه المخرج قال لهم يلا هون عندنا مشهدين حطوا لنا فلاش باك بينهم بغض النظر عن فائدته للأحداث الحالية. هذا الشي مو دائما كان عم يصير، بس كان عم يصير بداعي وبلا داعي. ومع القصة الرئيسية كان في عنا قصتين وربع عم يمشوا مع القصة، واحدة منهم كانت عم تتناول الفكرة الأصلية واللي هي انه في حال وجود هيك موقع شو رح يكون تأثيره على الأزواج، على الناس المرتبطين. يعني ممكن أب أو أم يتركوا عيلتهم وأولادهم ليروحوا مع شخص حصل بينه وبينهم توافق على الموقع. وبغض النظر عن مدى جمالية القصة، لكن كان في كمية فرص ضائعة على استغلال هالقصة أكثر من الفرص اللي ضيعها ديمبلي. ومن ناحية الأداء بصراحة كانت الأداءات بالمجمل جيدة، لكن بتحس بعضها مو مكتوب صح. يعني ما فيك تلوم الممثل بقدر لومك على الكاتب اللي كتب له الشخصية. وهيك بس، بالنهاية تقييمي للمسلسل 6/10. المسلسل مسلي نوعا ما وفي أشياء حلوة، إذا كنتوا فاضيين فيكن تشوفوه، بس إذا كنتوا لا ما راح عليكم شيء. هذا كان تقييمي للمسلسل، خبروني تقييمكم انتوا اذا كنتوا ممن شاف المسلسل، وخبروني عن مسلسلات بتحبوا اني راجعها. واخيرا لا تنسوا اللايك والشير واشتركوا بالقناة اذا لسه ما اشتركتوا. بشوفكم قريبا باذن الله. سلام.